أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير. لقد ورد في علامات ليلة القدر روايات كثيرة، منها الصحيح ومنها غير ذلك. وقبل أن نسرد العلامات الصحيحة لليلة القدر، نذكر ما ورد في فضلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. أما ما ورد أنها في العشر الأواخر من رمضان، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري ومسلم. أما ما ورد في التماسها في الوتر من العشر الأواخر، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها أو أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر. رواه البخاري ومسلم. أما عن الأدلة الصحيحة لعلامات ليلة القدر، وذلك وفقا ما ورد في السنة، العلامة الأولى وهي رؤية القمر كشق جفن، أي مثل طبق الطعام، وذلك فيما جاء في صحيح مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ وقوله صلى الله عليه وسلم شق جفنة، الشق هو النصف والجفنة هي القصعة، ولا يكون القمر بهذا الشكل إلا في أواخر الشهور. أما عن العلامة الثانية وهي أن ليلة القدر ليلة لا حارة ولا باردة، بها طمأنينة وراحة ضمير، وذلك فيما رواه أبو داود الطيالسي، وأيضا في حديث رواه البيهقي ورواه البزار ورواه الحاكم بسند حسن ورواه أحمد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة سهلة طلقة، لا حارة ولا باردة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي ليلة بها طمأنينة وراحة ضمير وراحة بال، ليلة طلقة أي مضيئة، فيها أنوار، فالملائكة تطلع فيها وتنزل من السماوات العلى، ليلة ليس بها حر أو برد. أما عن العلامات اللاحقة لليلة القدر وهي بعد انقضاء الليلة، وهي أن الشمس تطلع في صبيحة هذه الليلة بيضاء لا شعاع لها، وذلك فيما روى الإمام مسلم من حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطلع شمس صبيحة هذه الليلة لا شعاع لها. ولا صحة لما يقال أن الكلب لا ينبح في ليلة القدر، فلا يوجد رواية أو سند صحيح بذلك. أما عن الدعاء في ليلة القدر، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. نسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر ولا يحرمنا أجرها.